مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده في من القاهره، اهلا وسهلا. كالعاده استعراض لمجموعه من الاخبار المتعلقه بالشان العام، بعدها الحوارات. الليله عندنا حوارين، الحوار الاول القرار المصري بالانتصار على الارهاب، اعلان مصر الانتصار على الارهاب بقرار السيد رئيس الجمهوريه الغاء ماده حاله الطوارئ، ده حوار. الحوار الثاني قراءه مع حضراتكم في زياره الرئيس الروماني الى القاهره، وكذلك زياره السيد رئيس مجلس الوزراء الى فرنسا، ولقائه مع العديد من الصناديق الاستثماريه والشركات الفرنسيه الكبيره. بعد الفاصل مجموعه من الاخبار، بعدها الحوارات، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة الرئيس الروماني إلى مصر بتتزامن مع الذكرى رقم 115 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي والرئيس الروماني بالقاهرة. إنه لمن دواعي سروري أن أستقبل اليوم فخامة رئيس رومانيا كلاوس يوهانس في مصر، خاصة أننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عاماً على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. كما أود أن أعرب عن اعتزازي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، الدولة التي شرفت بزيارتها في عام 2019 في أول زيارة للرئيس المصري منذ 15 عاماً، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى الشعبين اللذين تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية، بما أثر بالإيجاب على المجتمعين المصري والروماني. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس اليوم العلاقات الثنائيه وتعاون وسبل دعم العلاقات بين البلدين. ناقشنا اليوم مع فخامه الرئيس العلاقات السياسيه المتميزه التي تجمع البلدين، وكذا علاقات التعاون الثنائيه وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الاهميه والاولويه لبلدينا، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة. كما اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي، وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأشدنا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين. أضاف كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على أنه تم تأكيد خلال المباحثات مع نظيره الروماني على أهمية علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية. أكدنا خلال اللقاء
على أهمية علاقات التعاون والتنسيق المستمرة بين بلدينا في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقا من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولي وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شعوب دولها ككل. كما شددت على تقديرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانس أن هذه الزيارة بتؤكد على رغبة بلادي في تعزيز الحوار السياسي على مستوى القمة، وأعاد التأكيد على الالتزام المتبادل لتنويع الاتصالات والمشاريع وتوثيق الشراكة نحو المستقبل. وإعادة التأكيد على الالتزام المتبادل لبلدينا لتنويع الاتصالات والمشاريع وتوجيه هذه الشراكة التقليدية نحو المستقبل. أنا متيقن بأن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي المختلطة ستلعب دورا هاما في توسيع التعاون الثنائي وتشجيع عدد كبير من المشاريع الاقتصادية المشتركة وإيجاد الإطار الجديد المحدث وتحديث الإطار القانوني الحالي. كذلك اتفقنا على ضرورة إيجاد سبل جديدة لاستثمار إمكانيات تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية سواء لرومانيا ومصر أو مصر، وهي صناعة الدفاع والطاقة والزراعة والنقل والمعلومات والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمن السيبراني، التربية، التعليم والبحث العلمي والابتكار. علينا أن نستمر في العمل معا لتشجيع رجال الأعمال في مصر ورومانيا على إطلاق مشاريع مشتركة جديدة سواء على الصعيد الدولي أو في أسواق أخرى. وكان الرئيس السيسي ونظيره الروماني كلاوس يوهانس قد عقد مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها. وكان الرئيس السيسي قد استقبل الرئيس الروماني حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين وتم استعراض حرس الشرف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس الروماني ضيفاً كريماً على مصر، مثمناً سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ورومانيا. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلاً عن التشاور والتباحث بين مصر ورومانيا بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سفير. يعني الرئيس الروماني في المؤتمر الصحفي مع السيد رئيس الجمهورية أكد أن هذه الزيارة بتعكس رغبة بلاده في تعزيز الحوار السياسي على مستوى القمة وتنويع مصادر العلاقات والاتصال والشراكة نحو المستقبل. يعني كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة وأهمية رومانيا بالنسبة لمصر؟ يعني عندما يأتي هذا الحديث بهذا الشكل وبهذا العمق وهذا التحديد على لسان الرئيس الروماني تحديدا تعزيز الحوار وتعميقه وتنويع الموضوعات التعاون والارتقاء بالشراكات الاقتصادية القائمة إلى مزيد من تطوير العلاقات ما بين البلدين، وهو يعبر بالتأكيد عن رغبة مشتركة ما بين الجانب المصري والجانب الروماني. العلاقات علاقات قديمة كانت شهدت في ربما في ستينات وسبعينات القرن الماضي أفواق كبيرة جدا، ويعني لا ننسى مثلا في الريف المصري أن الجرار الروماني، جرار الزراعي الروماني، كان موجودا ومنتشرا صحيح الكرة المصرية. صحيح. والعلاقات كان فيها كثير من التبادل التجاري. ما زلنا قادرين على المضي بشراكات أكثر عمقا وأكثر أهمية في مجالات جديدة كنظم المعلومات، كالاتصالات، كالتشييد والبناء. ومصر دلوقتي كما لو كانت ورشة بناء وتشييد كبرى. طبعا مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من ضمن المجالات المفتوحة. أنا أتحدث اليوم عن خط مصري لتغذية اليونان بالكهرباء، وبالتالي هذا يطرح إلى قلب أوروبا موضوع مصر كمصدر كموقع كبير للطاقة، كعاصمة في جنوب المتوسط ومركز كبير للطاقة، وبالتالي البيئة، الموضوعات الصناعية، صناعة الأساس كان من ضمن الصادرات المصرية إلى رومانيا. المجال مفتوح وموجود وقائم للبحث عن السياحة مرشحة بامتياز لتتوج علاقات طيبة وكثيفة بين رومانيا ومصر. أيضا سيد سفير، يعني هناك مجالات متعددة للتعاون، التعاون العسكري والأمني، التعاون في مجال الطاقة. مصر حاليا هي مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة بشكل كبير، وكمان رومانيا بتحتل مكانة كبيرة جدا في إنتاج الطاقة، وخاصة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بتسعى في هذا الإطار بخطوات ثابتة. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تعاون بين مصر ورومانيا من خلال ما تراه واحتفال مصر بمرور 115 عام على يعني إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ نحن مهتمون باستعادة عمق علاقتنا مع دول أوروبا، أعضاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء أيضا حلف الناتو. القطاع العسكري والأسلحة، العتاد والأسلحة أخرى موضوع آخر من ضمن موضوعات التعاون، الزراعة والصناعة، التعاون الأمني، تعامل في مكافحة الإرهاب. كل هذه المجالات مرشحة بامتياز. نحن مقدمون على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة التي تشرف على تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني ما بين مصر ورومانيا. هناك رغبة متبادلة من الطرفين، من الجانبين. مصر تسعى، الرئيس السيسي يسعى إلى بلوغ الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار. هذه فرصة أيضا لرفع معدلات التجارة والتبادل التجاري مع رومانيا، والرومانيون على الجانب الآخر منفتحون ويشجعون تعزيز العلاقات المشتركة. وهناك مشروعات استثمارية لرومانيا في مصر ولمصر في رومانيا أيضا. يعني
هناك ما هو ما يمكن تطويره والبناء عليه وتعظيم الاستفادة منه. أشكرك السيد السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. في ختام زيارتي للعاصمة الفرنسية باريس، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية. وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنوعا في الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والتي تناسب المجالات المختلفة والتي تمثل محور أو محاور اهتمام صناديق الاستثمار الفرنسية. من جانبهم أشاد ممثلو صناديق الاستثمار الفرنسية بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية شجعتهم عن البحث عن فرص استثمار في مصر، كما استعرض كل صندوق مجالات عملي ومحاور أنشطته. واتفق الجانبان على إنشاء نقاط اتصال في هذه أو مع هذه الصناديق الفرنسية لتلقي طلبات وعروض صناديق الاستثمار الفرنسية. قال السفير المصري لدى فرنسا علاء يوسف أن الاتفاق القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية يعتبر حدثا مهما واعترافا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر والتطور الذي قامت به في كافة مناحي الحياة. باتفاق القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبر حدث جلل، لأنه بيعني الكثير بالنسبة لنا. هو نوع من الإقرار والاعتراف بالإصلاحات التي قامت بها مصر، وبالإقرار كذلك بما شهدته مصر من تطورات إيجابية على كافة المستويات. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما تعلم هي منظمة تضم في مجملها دول الاقتصاديات الغربية التي تؤمن باقتصاد الحر والتي تعمل على دفع وتعزيز التبادل التجاري. توقيع مصر مع هذه المنظمة يعني الاستفادة من خبراتها المختلفة والمتنوعة في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي عندنا، ودعم تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة. فلا شك أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لمصر في هذه المرحلة من مراحل تنفيذ البرامج التحول الهيكلي. تستعد وزارة الداخلية لاستقبال وفود لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النترون التابع لقطاع الحماية المجتمعية. بيعد المركز نموذج لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا. بيواصل مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه فعالياته تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية، وذلك بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والإفريقية. نتابع. أزمة المياه العالمية ومصادرها ومستوى التطوير بالبنية التحتية والأساليب التكنولوجية الحديثة للري مناقشات دارت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد للعام الرابع على التوالي تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية التحديات والفرص، بمشاركة واسعة بوفود تمثل مختلف الدول الإفريقية. في تحديات كبيرة جدا بتواجه الموارد المائية والري، أهمها طبعا أول حاجة الزيادة السكانية. طبعا بالنسبة لنا احنا في مصر زي ما انت حضرتك عارف ان احنا لينا حصة ثابتة من نهر النيل، الحصة دي 55.5 مليار متر مكعب وثابتة لينا من سنة 59. طبعا في زيادة سكانية، لما بتزيد كل سنة بيحصل زيادة سكانية على الأقل 2 مليون نسمة. مع كل زيادة سكانية حصة الفرد من المية بتقل، فبالتالي ده تحدي كبير جدا بالنسبة لنا هنا في مصر. حصة الفرد لما بتقل طبعا بيضطر ان احنا نستورد مواد غذائية من بره، فده يعتبر تحدي كبير. عشان نواجه هذا التحدي لابد من ترشيد استخدام المياه. الهدف الرئيسي من المؤتمر طبعا هو تبادل الخبرات ما بيننا وبين الدول الأجنبية والعربية، بحيث ان احنا نتعرف على احدث النظم التكنولوجية الموجودة على مستوى العالم في مجال المياه،
وفي نفس الوقت هم بيعرفوا المجالات بتاعتنا وأحدث نظم لترشيد استهلاك المية الموجودة في مصر. جلسات علمية وتبادل الخبرات بين ممثل الدول المشاركة حول أساليب التأمين للسدود وحمايتها ونظم الري الحديث وأساليب تطبيقها تم بحثها خلال فعاليات المؤتمر. المؤتمر فيه أكثر من جلسة، جلسات علمية في أحداها الشورلاين بروتكشن، حماية السواحل الساحلية الشمالية أو على البحر الأحمر، في الجلسة عن الدام سيفتي، عن المحافظة على السدود والمنشآت المائية المهمة الكبيرة الموجودة على مجرى نهر النيل أو الرياحات الرئيسية. مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه شهد جلسات وورش عمل واجتماعات رفيعة المستوى حول التحديات التي تواجه موارد المياه وسبل مواجهتها وإصدار توصياته العلمية، والذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري. التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المتسارعة في استخدامات الأراضي والمناخ كانت محور اهتمام المعنيين بالقضايا المياه إقليميا ودوليا في أسبوع القاهرة للمياه، والذي استضاف على مدار فعالياته عددا من الجلسات الفنية بمشاركات دولية وإفريقية. من مقر انعقاد مؤتمر القاهرة للمياه، أحمد ممدوح، أني. عقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مؤتمرا تحت عنوان دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية. خلال المؤتمر أكد المشاركون على أهمية مساهمة القطاع الخاص في تمويل ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية، كذلك أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المستهدفات التنموية. نتابع. تحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصري إلى مؤشرات إيجابية، واحد من المحاور التي طرحها المؤتمر الذي نظمه مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تحت عنوان دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية. تركيز على قطاعي الصناعة والزراعة بحيث أن يزيد مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيكون لي أثر إيجابي على توفير الكثير من فرص العمل، وبالتالي بيصب في مصلحة المواطن. بعض المشاركين في المؤتمر أكدوا على أهمية التمويل بأنواعه والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية في تنفيذ المشروعات في كافة القطاعات وزيادة معدل النمو. مع الجائحة تم استهداف حزمة بحوالي 2% من الناتج المحلي، حوالي 100 مليار جنيه تم ضخهم في الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية في مجالات كتيرة متعددة. كان من ضمن الحاجات اللي توجهت لها قطاع الصحة، قطاع التصدير، قطاع الصناعة، قطاع المنشآت الصغيرة، طيران، السياحة، بإعادة تنظيم هذه المنظومة ووضع حجر أساس للبنية التحتية للتجارة الداخلية ممثلة في ساحات تخزينية كبيرة ومستودعات استراتيجية، مناطق لوجستية، مراكز تجارية. كما تطرق المشاركون في المؤتمر إلى الحزم التحفيزية التي وفرتها الدولة لدعم القطاعات المختلفة للصمود في ظل أزمة كورونا. وطبعا بنحاول نعدد وننوع من مصادر التمويل عشان نخفض التكلفة ويبقى عندنا تمويل طويل الأجل عشان نستمر في أدائنا الاقتصادي بطريقة جيدة ونستمر في الحصول على التصنيفات الائتمانية المستقرة إلى أبعد وقت ممكن. نحن السنة دي برضو نفس الموضوع، احنا ما فيش ركود، هو في موجة تضخمية ودي ناتجة عن كورونا، بس الفكرة كلها ان انا كاقتصاد مصري قدرت من خلال الادوات المالية والنقدية وكان على رأسها طبعا المبادرات واسعار الفايدة ومجموعة اخرى من الادوات ان انا احافظ على توازن. وخلال المناقشات أكد بعض الخبراء على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المستهدفات التنموية خلال الفترة القادمة. مناقشات وإن ركزت على تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية إلا أنها أكدت على أهمية عوامل التمويل والتجارة التي مثلت سبباً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في البلاد. أسمع حسن النيل. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات القناة
شهدت ارتفاع ملحوظ، حيث حققت بداية من يناير وحتى 25 أكتوبر الجاري 5.1 مليار دولار مقابل 4.53 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بازدياد بتقترب من 12.6%. وخلال لقاء وفد من سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، أطلع رئيس هيئة قناة السويس السفراء على مستجدات المشروعات التنموية بالقناة، وأشار إلى زيادة حركة الملاحة بها رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة كورونا. طيب مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد الفاصل أولى حوارات من القاهرة، ابقوا معنا.